كانت هذه سيدتي وسادتي؟ إن الرسالة التي قرأها الأستاذ الذي أتى من بلاد الشرق زيارة كالزيارات التي قام بها علماء الغرب دائما إلى ناحية الشرق وبالأخص في مواعيد الحج، فكان دائما مدا وجزرا، كل هذا يستفيد من ذاك وهذا يتصل بذاك، فليس في الإمكان أن نعبر عن تأثيرنا وعميق تأثيرنا لما سمعناه. وقد يتساءل الناس لماذا نحيي هذه الدروس؟ أولا لأنه هذا تقليد سرنا عليه منذ قرون، وثانيا أذكر أن في طور مراهقتي حينما كنت بالمدرسة في السلك الثانوي ولا في السلك العالي والابتدائي، قال لي أستاذي في الدين والفقه والتوحيد، كان عندنا دروس التوحيد وفي الفقه رحمة الله عليه، ولازلت أذكر هذا الحديث منذ نعومة أطفالي، قال لي: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضلكم الذين إذا رؤوا ذكر الله. فمنذ ذلك اليوم كأن جاذبية تقوى على جاذبيات أخرى، لا الشغل ولا الشباب ولا المسؤولية ولا حتى الراحة التي هي من الواجبات علينا إلا نمسك عليك حقا، كل هذا لا يسمع لك لا كلامه ولا رغبته ولا هاجسه لما في مجلسنا هذا أمام العلماء وأمام أهل الدين، ما يفتح الفكر وينور الذاكرة ويزيد الإنسان علما على علم، علما منا أن العلم لا سحيل له وأن الله سبحانه وتعالى هو الخبير العليم. قبل أن أختم كلمتي هذه، هناك في القرآن آية وحديث في الصحيحين لا يمكن إلا أن يذكرها أن تذكر تلك دون أن يذكر ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الحديث النبوي: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقيه هنا في الدين هو التفقيه هنا في علم الإسلام وعلم التعامل بالإسلام، لا في المعتقدات فقط بل في المعاملات. قل النبي صلى الله عليه وسلم: الدين المعاملات. ولا كذلك في السلوك والتساكن والمعاشرة. فأملي أن يبلغنا الله جميعا الدعوات التي قرأت باسمكم، ولكن أن تكون شاملة لنا جميعا ولمن يسمع واستمع إلينا ولمن يرانا. رجينا من الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا جميعا برسالتنا التعميرية الحضارية المقدسة، لأن تقوم قبل كل شيء على كتاب الله وبما بدأ به. بدأ بإقرأ باسم ربك الذي خلق. فشكرا لكم على كلمتكم، وأنا أعتبر أنك تكلمت لا باسم العلماء الغير المغاربة ولكن تكلمت باسم العلماء المغاربة كذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن شكر، بدل الشكر يجب أن نمحوه من قوام سينا.
هذا واجب. ولكن أفضل شيء وكلما وجد فيكم واحد منكم ساعة أو دقيقة للفراغ فليدعو لنا الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والهداية وحسن الخاتمة. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله.